عسلامة. صح، شربتكم الناس الكل، ان شاء الله رمضان مبروك. يعيشكم. انا دالي تريكي، ناس قانون، عمري 33 سنة، ملحن وارونجور في تونس. يعني معناتها قعدنا في الدار العباد الكل، حسيت لي انا لازمني نقدم حاجه للمجتمع. شنو هي الحاجه اللي انا حاول اني نخفف الضغط عليه؟ معناتها راهو الحسره نتاع الدار ماك تعرف، معناتها برشا ضغط، راهو برشا ضغط برشا ستريس، والعباد ما احناش مسانسين بالحسره نتاع الدار. دونك اموا احنا نكونوا معاهم معناتها في الـ في الـ في الجهه هذه، ونخفف على رواحنا زاد احنا، خاطر نحن زدنا بينا نعيشوا في ستريس لي ميوزيسيان، سورتو معناتها مع انك المورد الرزق نتاعك الوحيد ينقطع. كيفي مثلا انا اللي المورد الرزق الوحيد نتاعي هو الموسيقى، ما عنديش نقري ولا ما عنديش شهريه ولا مي، نحاولوا انه نكونوا موجودين نخفف على رواحنا بالموسيقى زاد. مادامنا احنا في الدار، بالنسبة لي انا كفنان نقول الفنان الحقيقي هو عنده رسالة. الفنان الحقيقي هو اللي مهتم بقضايا المجتمع متاعه، اللي هو نقوله انجاجي. شفت انه فما برشا يعني فرق موسيقية عالمية عملت الحكاية دي، كما مسار اجباري في مصر، كما فما جروب في نشاز في سوريا، فما جروبات في لبنان، في الاردن، في مصر، في برشا بلايس عملوا حفلات اونلاين. قلت علاش لا انا ما نعملش حفله اونلاين، العباد اللي كانت باش تدخل تشوفني في حفله لايف تقص تيكي، مش لازم تقص تيكي، انا نحاول اني نكون معاها موجود في الدار. ثمانية حفلات ديما سبت واحد 9:30 تاع الليل، باش يكونوا فيهم الاغاني الكل، الاوكسيدونتال اورينتال التونسي وال يعني التركي.